من يوم 7 لحد الآن الكل مستنفرة لإنقاذ ومساعدة أشقائنا في سوريا وأصدقائنا في تركيا، وهناك توجيهات من كل قيادات الدولة العراقية على رأسهم السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم العون والمساعدة لهذه الدول المنكوبة. تم فتح الحدود، إرسال آلاف الأطنان من المساعدات، إرسال كميات كبيرة من النفط. الطائرات الغادرة خلال الأيام الباقية 7 كان حمولتها تتراوح ما بين 80 إلى 85 طن، اليوم هي الطائرة الثامنة متوجهة إلى مدينة حلب. أيضا عملية نقل المواد الإغاثية عبر البر متواصلة، هنالك شحنات يوم أمس وصلت شحنة من وزارة الدفاع عبر البر 42 شاحنة تحمل ما يقارب 850 طن. Thank you.